مش هنتناقش كتير انا، خلصي علشان الناس دلوقتي زمانها مستنياني، وعيب اروح لهم على الخطبه كده على طول. خش حضري الحمام. ده الجامع فاضي ومنعم لسه نايم. يا منعم 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 يا منعم اصحى. في ايه يا قرموطي بس؟ في ايه؟ الشيخ حسنين لسه ما جاش. الساعة 10 لسه الصبح. ايوه، ما هو قال لي تعالى لي الساعة 9 علشان موضوع الحريق بتاع البيت، وكان لامم لي فلوس كده يعني. هو ما سابلكش حاجة؟ ساب لي ظرف بس، سيبنا نام شوية. لا، ما انا مش هسيبك تنام الا لما تديني الظرف. يا منعم منعم، مش هخليك تنام الا لما الظرف. الظرف يا منعم. يا ساتر يا رب، امسك امسك ادي الظرف. الله يكرمك يا شيخ حسنين بحق جاه النبي واهل بيته. يا سلام، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. فيش عشراية؟ عشريناية؟ يدي شيلينات؟ هو ايه كان بيلملي من ايام حريق القاهرة؟ ده حريق شقيته يا عم منعم. بس ماشي، الحمد لله، احنا هنطلط يعني ونقل ادب. اللهم لك الحمد، ربنا اكرمك يا شيخ حسنين. هذرة كريم، نام بقى، ده انت في الضياع. الو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف سلامة. لا اطمن اطمن خالص، إن شاء الله هنتصرف. مع سلامة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. في إيه يا عم منعم؟ الشيخ حسنين خطيب الجامع عيان جدا ومش هيقدر يخطب الجمعة دي. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يكرمك يا شيخ حسنين، تلاقيه تعب من لم الفكة اللي أنت اديتها لي ديت. خلاص بقى، ألحق أصلي الجمعة في جامع تاني بقى. استنى بس يا قرموطي، ما هو مش معقول هنقفل المسجد في وجه المصلين. ومش معقولة برضه هنصلي الجمعة من غير ما يبقى في خطبة جمعة يا منعم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. في حاجة يا رجالة؟ لا، الشيخ حسنين تعبان ومش عارفين مين اللي هيخطب. أنت معانا من المنطقة ولا عابر سريع؟ يا إخوانا الموضوع أبسط من كده بكتير، أي واحد فينا يخطب. يعني إيه يا منعم أي واحد مننا يخطب؟ هو أي كلام ولا إيه؟ دي مسؤولية يا جماعة. بقول لك ايه، انا هلحق الجمعه في اي جامع تاني. يا اخوانا بعد اذنكم، انا صاحب العماره اللي فيها الجامع دي، من حقي انا اللي اخطب الجمعه. يعني انت عشان صاحب العماره يعني تقوم بقى يعني تخطب؟ ما مش عارف اجيبها لك ازاي. يعني ينفع الكلام ده؟ يعني انا قديم هنا في المسجد يا قرموطي، وكل خطب الجمعه انا حافظها. وبرضه مش بالحفظ يا منعم، ما انا من وانا صغير في الكتاب حافظ القران، عمري ما جه في دماغي ان انا اخطب في يوم الجمعه. مش كده هي برضه يعني؟ اصلنا عقبال عندك يا اختي، رايحين المصيف انا وسحاسب، ورايحين مرسى مطروح. مرسى مطروح؟ تروحوا وترجعوا بالسلامه، بس مش واجب استاذن القرموطي في الشنطه اللي يكون محتاجها ولا حاجه، اصل هو عايز ياخدني ويوديني راس شيطان. راس شيطان؟ راس شيطان ايه يا اختي وراس عفريت؟ ايه ده، انتوا من ساعه ما اتجوزتوا الا ما شفتكوا رحتوا ولا جيتوا. مين قال لك بقى؟ بياخدني يا اختي يوديني اماكن واي فاي، مش الاماكن اللوكال بتاعتكم. يا اختي بلا واي فاي بلا هاي فاي، اسمعي بس الكلام وقومي البسي. ده العيال بصي بيموتوا فيك، هيفرحوا قوي، ده روحهم في خالتهم. لا، القرموطي بينزلني في فنادق 7 نجوم. الحمد لله، الحمد لله الذي احسن كل شيء خلقه وقدره تقديرا، واصلي واسلم على خير البريه نبي الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يا بنتي يلا ما قمتيش ليه؟ عشان ما عشمش نفسي يا اختي بمطروح، ويجي القرموطي يقول لي يلا بينا على سهل حشيش. يا اختي بلا حشيش بلا بنج، قومي عشمي نفسك براحتك. احنا اول ما القرموطي يجي نقعد نزن عليه، انت من يمه وانا وسي حسب والعيال من يمه الثانيه، وزن زن زن زن. نحن في زمن الفتن والبدع، كل شيء في حياتنا أصبح بدعة. فالإنترنت بدعة، الموبايلات بدعة. واللي معاك ده مش موبايل؟ قديش بدعة؟ عيد الأم حرام، عيد الحب بدعة. الراجل ده مش عايزنا نفرح ولا إيه؟ ما تقطعش الخطيب عشان تاخد ثواب الصلاة. ما خطيب مؤقت لحد ما يرجع الشيخ حسنين. ده دراع مؤقت برضه ولا ايه؟ واحد الله يا قرموطي، واحد الله يا جماعه. لا اله الا الله. لا لا لا، اللي حصل النهارده ده ما يتسكتش عليه خالص يا عم حسن. ده في خطبه واحده طلعنا كلنا رايحين النار، ويقول لك التليفون بيتعب. امال ده ايه؟ لا مؤاخذه، سافون ايه يا منعم؟ في ايه؟ منعم ده ايه؟
اسم الشيخ منعم. شهادة حق يا جماعة، هو غلطان، بس انت برضه غلطان يا قرموطة. غلطان في ايه يا حاج حسن؟ فهمني. انك انت اتكلمت ساعة الخطبة وانت عارف ان ده غلط. فتح الله عليك يا حاج حسن. لا بس انا غلطتي مش زي غلطتك يا منعم، عشان كنت انت واقف في وسطنا زي الملاك، معرفش ليه اول ما طلعت المنبر اتقلبت وبقيت واحد تاني. انت الجدال معاك مضيعه للوقت. طب ما تضيعش وقتك معانا واتكل على الله. يلا 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 الله يخليك. ده اللي حصل ده ما حصلش من ساعه الاسلام ما دخل مصر يا راجل. خناقه في الجوامع ينفع كده؟ استهدى بالله بقى يا قرموطي. الله، الحكايه اولا واخيرا ظرف طارئ ومش هيتكرر، يعني اكيد الخطيب الاولاني هيرجع يلا واقف هتتصرف وتبعت حد بداله. ما هو السكوت على الحاجات ديت خطر يا حاج حسن. من عند ده ممكن يفكر نفسه ان هو بقى شيخ وفجاه نلاقي له بقى مريدين، وده خطر على الشباب. يعني قول لي واحد شاب صغير زي ده ثلاثي الابعاد لو سمع خطبه من الخطبه ده قول لي يعمل ايه؟ ده مش بعيد بعد خطبتين يقلب 2 دي. شفت بقى؟ اهو انت كنت هتنسيني المفاجاه اللي كنت عايز اقول لك عليها. حذر فذر بقى، مين اللي جاي النهارده؟ الاستاذ لطفي بشناق. ايه اللي هجيب لطفي بشناق هنا؟ اكيد مش هو. طب استنى ما تقولش، استنى والله لازم اجيبها لك. يا ترى مين اللي جاي لك؟ وحياه ميدو ما تنطق. اديك قلتها، ميدو ابني جاي النهارده. ميدو، ميدو جاي النهاردة؟ يا ده أنا بقالي سنة ما شفتوش، وحشني قوي ابن الكلب. يا أخي احترم نفسك، ده هيبقى باشمهندس قد الدنيا. يا أخي من فرحتي بيه بشتمه، ده أنا هموت وأشوفه ابن الجزمة. بس بقى بطل شتيمة واحترم نفسك. واد وحشني بس يا حسن، في إيه؟ ما فيهاش حاجة. قول لي هيوصل الساعة كام؟ هيجي على الساعة 7 كده، بس عارف قرموطي الواد من ساعة ما كلمني في التليفون وأنا مش مطمن كده، حاسس إن في حاجة متغيرة. لا إن شاء الله ما فيش حاجة، تلاقي بس تعب السفر ولا حاجة، أول ما يجي تتصل بيا على طول عشان عايز أعملها له مفاجأة ابن ابن العسل، يعني أنا حشت مبيع. ده مين يا حاج قرموطي؟ أمك افتكرتك شيشة. قوم أنا من هنا، أنا قوم اتكل على الله يمشي. إيه أفطار اللي قاعد في وسطينا ده؟ ايوه والله العظيم. خلصت صلاة؟ لا، الخطيب مخرجنا كده ربع ساعة نطمن على اهالينا وبعدين نرجع نكمل الخطبة. ازغدك يعني؟ جرى ايه يا قرموطي؟ يعني لا فيش زيك يا زوزة، ولا عاملة ايه يا زوزو، ولا نورت يا اوزو. لا على اساس انك ما كنتش هنا امبارح ولا اول اول ولا اول 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 اول. يوه، في ايه يا قرموطي؟ اختي وبتزورني. في فرق بين الزيارة والإقامة، دي مقيمة عندنا. ده انا خلاص قربت اطلع لها الجرين كارت بتاع الشقه. ايه ده؟ ايه ده؟ انا ازاي ما خدتش بالي اثناء دخولي من الشقه؟ ايه اللي خرج الشنطه دي من هنا؟ كالعاده يعني كل سنه بيتزنقوا في الشنطه عشان يروحوا المصيف ومش شعبطين فيا ياخدوني معاهم، وانا بصراحه ربنا هروح بقى. ياخدوك انت والشنطه في آن واحد؟ يعني ياخدوا مني اكتر حاجتين مالين عليا البيت. يا مسافر وناسي هواك، ريداك والنبي ريداك. ازيك يا اربط؟ تشرب عشاي؟ يخرب بيت اهلك يا عسبو، انت ايه اللي خلاك تلعب في الايباز بتاعي؟ ايباز؟ بيقولك ايباز؟ اسمه ايباد. حبيد اهلك لو جيت جنبه تاني. انت مش عارف ان كل شغلي عليه، خرايطي وشغلي وطرقاتي، الجي جي بيس بتاعي هنا كله. جي جي بيس؟ بيقولك جي جي بيس، اسمه جي بي اس. بيت ام اللي علمك انجليزي، انا نفسي اشوف الشهاده بتاعتك انا عشان انت جاهل جهل. اسمه جي جي بيس، الراجل اللي اخترعها كان عنده قطه اسمها جي جي، جايه تلعب في الجهاز قال لها بس، من ساعتها سموه جي جي بيس. جوجل بقى وابحث وسيرش علشان انت ما بتقعدش تقرب غلط. اللي ايه جي جي بيس اللي بتتكلموا عليه من الصبح ده؟ يا وليه، ده برنامج انا منزله عليه خرايط العالم من اكبر قاره لاصغر حاره في مصر. تكتبي المكان اللي انت رايحاه وتعملي كده سيرش، يروح هو موجهك بقى يمين شمال كده يعني. زي الكلب البلدي لما يشمموه قطر المجرم ويطلقوه عليه، يفضل وراه وراه ما يسيبهوش الا لما يجيبوا من ديل بنطلونه. طب افهمها ازاي ولا اقول لا؟ ولا افهمك انت ازاي؟ انا مش عارف اتواءم مع الترابيزه دي كلها بصراحه. انا مش مفهمك يا وليه قبل كده، هو اللي هنعيده نزيده؟ انا مش فاهمه. احسن، امال انا اتجوزتك ليه؟ ما تبطلوا بقى اللي انتوا عمالين تتكلموا فيه من الصبح ده، يلا يا جدعان عايزين كلنا نروح المصيف مع بعضينا. انا ضميري ما يسمحش اصيف والبلد في الظروف دي. مالها البلد؟ اقرا لها انت يا حسب عشان دي ما بتفهمش. اقرا اول تويته للبرادعي. البرادعي حزين عليك يا مصر. عايز البرادعي يبقى حزين على مصر وانا اطلع اصيف انا وانت؟ طب والسنه اللي قبلها؟ اقرا لها التويته اللي قبلها بتاعت بنك مون. بنك مون ابدي قلقي على مصر. عايز بنك مون اللي هو لا من ملتنا ولا من ديننا ولا من بلدنا الان على مصر وانا وانت نطلع نصيف. طب والسنه اللي قبلها؟ فر يا عم الحاج. امريكا تبدي قلقها على ما يحدث في سوريا. يبقى امريكا الان على سوريا وانا انت نطلع نصيف؟
امال احنا هتصيف امتى؟ لما امريكا تسيب المنطقه. البطاقه دي بتاعتك ان شاء الله. وايه اللي مغير شكلك كده؟